أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا أناس إذا مرضت دوابهم يذبحون للجن لدفع المرض، وهم يذبحون وهم يصلون ويحجون ويتصدقون، وتعليم هؤلاء صعب جدا، وقد يؤذونني إذا نصحتهم، فما نصيحتكم لي ولهم؟ هذا شرك أكبر، الذبح لغير الله شرك أكبر، الذبح للجن وللقبور أو غير ذلك، لأن الذبح عبادة، فصلي لربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح فهو عبادة، الذبح على وجه التقرب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فإن ذبح لغيره على وجه التقرب صار شركا أكبر، سواء كان للعلاج أو لغيره، فعليك أن تنصحهم بالتي هي أحسن، شيئا فشيئا، تسمعهم الأشرطة، تعطيهم النصائح، والرسائل المختصرة، تعظهم في المسجد شيئا فشيئا، تبين لهم خطر الشرك وعظم الشرك، هم لا يريدون، لكن ما داموا على الذبح لغير الله فجميع أعمالهم باطلة، صلاتهم وصيامهم وكل أعمالهم باطلة، وهذا مما يستدعي أنك تبادر بإبلاغهم بأن عباداتهم كلها باطلة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تبلغهم بهذا وأنه خطير، وأنهم لا وأنهم ليسوا على الإسلام ما داموا كذلك. نعم.